لمناقشة الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من مدير المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب، ينضم إلينا من بغداد الأستاذ عمر الفرحان. أستاذ عمر مرحبا بك. انتهجت القوات الحكومية من اليوم الأول لثورة تشرين سياسة اختطاف الناشطين، لكن هذه السياسة توسعت في الأيام الأخيرة، بما تفسر ازدياد حالات الاختطاف في صفوف المتظاهرين؟ تحية لك وللمشاهدين الكرام. حقيقة أن حالات الاختطاف في هذه الفترة ازدادت عما كانت قبل 21 الأول. تعتمد الحكومة دائما على عمليات الاختطاف والاخفاء القسري الذي يعد هذا منهجا للحكومات المتعاقبة منذ عام 2003 وإلى اليوم، وتتعمد الحكومة في هذه الأساليب حتى تخفي الحقائق وحتى تتمكن من ترويع المدنيين الآمنين من خلال هذه العمليات الإجرامية. الحكومة دائما تستخدم أساليب الترويع والقتل وغيرها من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وهذه عمليات لابد أن تكون من تنفيذ وتخطيط مسبق وبعلم الأجهزة الأمنية كافة وحتى علم يعني رئيس الحكومة بذلك، وتتحمل كافة المسؤوليات هي الحكومة والميليشيات المتنفذة في هذا الملف، خاصة أن يعني الكثير من الفيديوهات والصور التي وصلت إلينا تفيد أو وتشير إلى أن هذه الحالات تتم من خلال ميليشيات مسلحة معروفة هي سرايا عاشوراء. ولكن هناك يعني مفوضية حقوق الإنسان لديها تقرير قالت إن المختطفين طلاب وجامعيون وأيضا مسعفون، لماذا تقوم هذه القوات باعتقال حتى المسعفين؟ يعني هذا هو وسيلة ضغط أو قتل آخر تتعمد به القوات الحكومية في قتل اختطاف المسعفين حتى تكون هناك حالات موت يعني جماعية، وهذا يعني يعد أصلا الاعتداء على المسعفين أو الذين يحملون الإشارات الطبية، يعد جريمة تخالف القانون الدولي للإنسان والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ولا يحق لأي جهة ولا أي عنصر أمني كان أن يتعرض لهذه الفئات سواء كان في الحرب أو في السلم، ومن يتعدى على هذه فإنه يتعدى يعني خطا أحمرا كما تشير إليه الاتفاقيات الدولية والقانون الدولي. أستاذ عمر، أنتم في المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب، يعني هل رصدتم يعني بعض ظواهر الاختطاف التي تزايدت خلال الأيام الماضية؟ هل من إحصائيات لديكم للمختطفين أو عن المختطفين، أم أن عمليات يعني الحصر تتعذر في ظل عدم إدراك الأهالي أو عدم معرفتهم بتفاصيل أو آليات الإبلاغ؟ بداية يعني المركز العراقي إلى الآن وثق أكثر من 5 حالات من قبل أهالي المختطفين والضحايا، وتم اعتماد هذه النسخ بشكل قانوني وبشكل توثيق دولي، ونحن بصدد إكمال هذه الملفات ورفعها إلى اللجنة المعنية بالإخفاء القسري، وهي يعني من خلالها يتم معرفة مصير هؤلاء والضغط على الحكومة أو تحريك دولي لملف المختطفين والمخفين قسريا في العراق. هناك أكثر من 35 حالة رصدناها في هذه الفترة منذ 21 الأول وإلى اليوم، هذا الذي يعني لدينا علم به ونتحرك عليه في بغداد وفي بقية المحافظات. وتشير الإحصائيات يعني التي تذكرها المنظمات الدولية والحقوقية، هناك أكثر من 30 حالة إلى الآن يعني يعلن عنها في هذه التقارير، ومنها ما ذكرتها منظمة هيومن رايتس ووتش اليوم أن هناك يعني 6 و7، وأيضا فضلا عن 9 مختفين قد رصدتهم، هذا العدد هو 23 عملية اختطاف من قبل القوات الحكومية والميليشيات بالدرجة الأساس. وهناك عدد آخر ذكرته المفوضية العليا لحقوق الإنسان،
وأيضا منظمة العفو الدولية ذكرت أكثر من هذا العدد، والعدد برمته يعني بمجمل القول يعني أكثر من 30 شخص الذي أعلن عنه في بغداد وبقية المحافظات. ونحن نعتقد جازمين بأن هذه العمليات هي أكثر، إذا ما كانت هناك يعني عمليات إحصائية دقيقة تتمكن منها المنظمات الدولية. ولا أيضا هناك يعني محاولة تكتيم إعلامي وحجب الرؤية إلى جانب اختطاف المسعفين وكذلك الطلاب، تزايدت أيضا عمليات اختطاف صحفيين الذين يقومون بنشر الحقائق ونقل هذه المعلومات. من وجهة نظرك يعني ما الهدف الآن من اختطاف صحفيين رغم أن العالم كله شاهد هذه الجرائم التي ترتكبها القوات الحكومية ضد المتظاهرين السلميين، مع ذلك تستمر عمليات اختطاف الصحفيين؟ هو الهدف واحد، يعني هو تغييب الحقائق وعدم إظهارها للمجتمع الدولي وعدم فضح الجهات التي تقوم بهذه الممارسات اللا إنسانية والجرائم الدولية التي يرتكبونها، وهي تمارس الضغط من يعني إذا كانت هناك عمليات قتل فمعروف من سيقتل، ولكن تتعمد هي من خلال الميليشيات ومن خلال المندسين ومن خلال بعض ضعاف النفوس من استدراج الصحفيين أو إغوائهم أو بصورة أخرى، ويتم اعتقالهم أو اختفائهم بشكل قسري حتى لا يتمكنوا من إيصال المعلومة الدقيقة إلى المجتمع الدولي وإلى المحيط المحلي يعني في العراق والإقليمي. وهذا يعني بحد ذاته عندما تخرج معلومة هنا وهناك من هؤلاء الصحفيين ومن الناشطين، فإن هذا المجتمع الدولي يعني يكتب ويفصل هذه الانتهاكات، وبالتالي دانة واضحة ولا يمكن السكوت عنها خاصة في ملف الإخفاء في هذا الوقت. نشكرك شكرا جزيلا مدير المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب، كنت معنا من بغداد الأستاذ عمر الفرحان.